ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة الإبزمو بريف حلب الغربي. وفاة 4 أطفال سوريين نتيجة انهيار سقف غرفة يقطنون بها في بلدة حميص في محافظة الشمال اللبنانية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بانجراف التربة من سفح الجبل وانهيارها على سطح الغرفة. مقتل مدني وإصابة آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة لقوات الأسد على بلدة تديل غربية حلب. إصابة 3 أطفال جراء انفجار من مخلفات الحرب في قرية سويعية بريف دير الزور الشرقي وفق صفحات محلية. شركة الكهرباء في إدلب غرين إنرجي تعلن قطع الكهرباء غدا الأحد عن جميع المناطق التي تغذيها في أرياف إدلب وحلب الغربي، وذلك من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى السابعة صباحا بسبب أعمال الصيانة لدى الجانب التركي. ألمانيا تقدم دعما بمبلغ 10 ملايين يورو لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، ما يرفع إجمالي دعمها إلى أكثر من 96 مليون يورو كأكبر مانح للصندوق منذ تأسيسه عام 2013.